عشاق السيارات اربط الحزام، سيارتني لهذا الاسبوع من الصانع الياباني لكزس اي اس 350 2015. موجودين الآن في ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض، اللي يعتبر أحد أبرز الملاعب الرياضية في المملكة العربية السعودية. كان يسمى سابقاً بملعب رعاية الشباب. ميزة الملعب أنه يتسع ل 22250 متفرج، وبالإضافة يعتبر أول ملعب سعودي تقام فيه نظام البوابات الإلكترونية وتذاكر الإلكترونية من بين الملاعب السعودية. بالنسبة طبعاً لهالطراز اللي هو طبعاً اللكزس الآي اس 350 2015، الطراز هذا طبعاً انطلق أول مرة في العام 1998، ومن هالطراز صدرت حتى الآن ثلاث أجيال. الجيل الأول كان من عام 1998 لغاية العام 2005، الجيل الثاني كان من العام 2006 لغاية العام 2012، أما الجيل الثالث الأخير اللي هو معانا الآن من عام 2013 لغاية هذه اللحظة. بالنسبة طبعاً لمنافسين السيارة، ثلاث منافسين عندك: من شركة لينكولن طراز الـ MKS، وعندك من شركة كادلك طراز الـ ATS، وأخيراً صانع الألماني BMW الفئة الثالثة هم منافسين هذه السيارة. بالنسبة لمكينة السيارة لكزس اي اس 350، قلنا لكم تعتبر ميكس بين السيارة الفخمة من لكزس بالإضافة إلى الطابع الرياضي. وين الطابع الرياضي الموجود في هالمكينة؟ مكينة 6 سلندر سعتها 3.5 يعني 3500 سي سي، تولد لك قدرة أحصنة 306 أحصنة. الرقم هذا يا جماعة يعتبر رقم كبير جدا بالنسبة لسيارة خالية من أي نوع من أنواع الشواحن، سواء كان توربيني أو سوبر تشارج. بالنسبة للسرعة القصوى للسيارة 250 كيلومتر في الساعة، على الرغم من أن العداد 260، هي تجيبها طبعا انطلاقتها من 0 إلى 100 خلال 5.8 ثواني، أيضا يعتبر رقم عالي. السيارة ذكرنا في البداية أنه كانوا بيحاولوا أنه يخلوها اقتصادية في استهلاكها للوقود. هي طبعا سعتها 66 لتر من البنزين، استهلاكها في المدينة أو خلال الطرقات السريعة تقريبا 7.3 لتر لكل 100 كيلو، يعتبر رقم ممتاز جدا بالنسبة للكزس. أيضا السيارة طبعا مزودة بثمان ناقلات حركة، ويعتبر هذا الشيء اللي يميز الجيل الثالث من الآي اس 350 عبر الثمان غيارات اللي موجودة في الجير. بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة، أول شيء راح يلفت انتباهك في اللكزس آي اس 350 اللي هو الشبك الجديد الخاص بلكزس. هذا الشبك صار موجود في كل سياراتهم، أعطى منظر هيبة وفخامة أكثر لطرازات لكزس، موجود أيضا في هالطراز. كمان راح تنتبه أنه السيارة جاية بانسيابية إلى الأسفل، هذا حيساعدك في إيش؟ لما تنطلق في السيارة بالسرعات العالية ويرتطم الهواء راح يمر بانسيابية على السيارة، بالتالي ما راح يأثر على سرعتها ولا حتى على تسارعها خلال الانطلاق. بما أنه جبنا سيرة الهواء يا جماعة، خلوني أقول لكم معلومة. السيارة طبعا في الأمام مزودة بفتحات تهوية، دورها راح تساعد على تبريد الماكينة، بالإضافة راح تبرد نظام المكابح اللي موجود في السيارة، فبالتالي تصير قدرته أفضل. من الميزات الحلوة اللي موجودة فيها كمان الشمعات الأمامية، طبعا جاية مفصولة، الشمعة الأمامية زينون، بينما أنوار الـ LED موجودة على شكل علامة الصح اللي موجودة في الأسفل، تعطي منظر جمالي جدا للسيارة خاصة خلال وقت الليل. بالإضافة طبعا إنه الشمعات مزودة بنظام الـ AFS. إيش فكرة هذا النظام؟ راح تتحرك معك الشمعة يمين يسار بناء على لفة الدركسيون اللي موجودة. فيها حتى نظام حلو جميل في السيارة، موضوع تنظيف الشمعات الأمامية من خلال مرشات الموية اللي موجودة على اليمين واليسار، يعني على أساس تهتم أكثر يعني بأداء نور السيارة إذا كنت أنت في مناطق مظلمة أو إذا تعرضت مثلا لموجة غبار اللي معروفة عندنا هنا في السعودية. بالنسبة للأمان مزودة بأربع حساسات أمامية، ما فيها كاميرا أمامية طبعا في هذا الطراز. بالنسبة لجانبية السيارة عندك الجنط، الجنط مقاسه 18 جاي لون كروم، لكن مساحة الكفر الخلفي أكبر من مساحة الكفر الأمامي حتى تزيد ثباتية السيارة، وهذه النقطة تكلمنا عنها كثير. كمان تكلمنا احنا قبل شوي عن موضوع مقاومة الهواء للسيارة واستهلاك البنزين وكيف يصير اقتصادي. في عندك طبعا راح تلاحظ الخطوط الانسيابية ماشية بشكل واضح على جانبية السيارة من البداية إلى النهاية، بحيث تسهل عملية انسيابية الهواء اللي تكلمنا عنها. في ميزة ثانية كمان بالنسبة للمرآة الجانبية، المرآة الجانبية عادة كانت دائما تكون موجودة على جانب الباب في أقصى الزاوية هنا، وكان هذا الشيء دائما يسبب زي نوع من الصوت المزعج حسب صانعين الشركه لما تنطلق بالسرعات العاليه. كيف قرروا يحلوها في طراز الاي اس؟ جابوها على جانبيه الباب هنا، وبالنسبه للمكان اللي كانت تكون فيه الكاميرا اضافوا زي الجناح الصغير البسيط اللي يساعد على كسر الهواء، وبالتالي يروح الصوت وحلوا المشكله اللي كانت موجوده فيها. جينا معاكم الآن لخلفية السيارة لكزس. مثل ما انتم شايفين يميزها الاسطبات الخلفية اللي موجودة وطريقة التصميم اللي معروفة في أغلب سيارات لكزس،
الفخمة جدا بصراحة بطريقة التصميم الجميلة. بالنسبة لوسائل السلامة 4 حساسات لا زالت موجودة، لكن احنا قلنا في الأمام ما كان في كاميرا أمامية، موجود في كاميرا خلفية تحت شعار اللكزس اللي موجود، حتساعد كثير في عملية الباركينج اسيست. فيها طبعا فتحتين اكزوز موجودة بالأسفل، الفتحتين هذه مطية طبعا بلون نيكل، معطية شكل جذاب بصراحة للسيارة. شنطة السيارة من خلال زر راح تجي تفتحها هنا. الشنطة أنا أقدر أصنفها أنه حجمها كبير، ممكن تشيل شنطتين كبار، يعتبر وزن ممتاز أو حجم ممتاز بالنسبة لشنطة السيارة. أبعادها، أبعاد السيارة طولها 4.6 متر تقريبا وأكثر شوي، عرضها 1.8 متر، أما ارتفاعها 1.4 متر، وتعتبر أبعاد ممتازة جدا بالنسبة لمنافسينها اللي بنفس الفئة اللي ذكرناهم في بداية التقرير. فيها ايضا كمان تصميم جميل من ناحيه اضافه الجناح الخلفي اللي موجود هنا، لانه احنا ذكرنا انه لكزس حرصت من خلال هالسياره تعطيك فخامه لكزس المعهوده بس في نفس الوقت طابع رياضي. انت لما تتكلم عن لكزس ولكزس نزلت سياره فيها طابع رياضي، لازم تتكلم عن فخامه مدموجه بالطابع الرياضي. داخليه السياره راح تجد فيها اكيد لمسات الجلد، لمسات التطريز اللي موجودة عليها البارز حتى تعطيك الانطباع الرياضي، حتى بالنسبة كمان للجلد اللي موجود طبعا على المراتب فيها مسامات حتى تساعد على عملية تبريد المراتب. طبعا في زر هنا مخصص لتبريد المراتب، فيها 3 درجات ضخ هواء تساعدك في أجواء الرياض الحارة أو أجواء المملكة بصفة عامة. طالما تكلمنا عن المقاعد، حتى المقاعد فيها طبعا وضعيات أو مود معين تقدر تثبت فيه المقعد إلكترونيا من خلال الأزرة اللي موجودة على جانب المقعد. في ميزة إضافية موجودة هنا عند مقعد السائق ما هي موجودة عند باقي المراتب، اللي هي تتحكم في مساند الظهر من ناحية إذا كنت بتطلعها أو ترجعها بحسب الوضعية اللي تريحك. كمان من ضمن لمسات الفخامة حاطين طبعا شاشة موجودة هنا فيها نافيجيشن وفيها أيضا خدمة البلوتوث، بالإضافة طبعا إلى أن التكييف اللي عندنا هنا في حركة جدا حلوة عجبتني، عملية التحكم بدرجات الحرارة تخفيضها أو أنك ترفع درجات الحرارة من خلال اللمس، ما في زر معين تضغطه أو تلفه، لا هو من خلال اللمس اطلع وانزل راح تعطيك درجات الحرارة. طبعا فيها خاصية LCD أكيد بالنسبة للميديا، وطالما تكلمنا عن الميديا السيارة محوطة ب 15 سماعة للأوديو سيستم اللي موجود في السيارة. بس ال 15 سماعة كيف جاية؟ جزء منها طبعا سبيكرات، وجزء منها السبيكرات الصغيرة أو التوترات اللي هي تستخدم لللو فريكونسي بالنسبة للصوت. فتوزيع الصوت في السيارة هذه بصراحة شيء جدا جميل وممتاز. فخامة طبعا أيضا إضافة لمسة الساعة اليدوية اللي موجودة هنا، حلوة الساعات اليدوية تأكد لك أن السيارة دائما تكون فيها لمسة فخامة. حتى موضوع الماوس اللي موجود، كل هذه الأشياء ثبت لك قيمة وفخامة لكزس في السيارة. لكن احنا قلنا أن السيارة هذه كمان تعتبر فيها طابع رياضي، وين الطابع الرياضي اللي راح تشوفه؟ طبعا إلى البدالات السرعة اللي موجودة على الدركسيون، تصميمها جميل من الكروم طبعا المطفي موجود، حتى عملية الوصول لها سهل في أنك تبدل التعشيق. في عندك طبعا بالنسبة لمود القيادة اللي موجود في السيارة، في عندك وضعية النورمال أو القيادة العادية، في أيضا عندك وضعية القيادة الاقتصادية اللي تسمى بالإيكو، وفي عندك وضعية القيادة الرياضية اللي هي السبورت. طبعا وضعية السبورت اللي موجودة في السيارة كيف؟ هي فقط تهتم بس في السسبنشن، هي تطول زمن التعشيق وتقصر السسبنشن عشان تعطيك ثباتية أكثر خلال قيادة السيارة. وهنا الدرايفنج سنسيشن اللي موجود في اللكزس بصراحة إحساس جميل جدا خلال القيادة في وضعية السبورت. لكزس جالسة تأكد لك إنه هذه سيارة أدائها الرياضي عالي جدا. بين العدادات هي موجودة شاشة تقريبا 4.2 إنش. تستخدم طبعا انها تعطيك معلومات عن السياره، تتحكم فيها من خلال ازرار التحكم اللي موجوده على الدركسيون. من ضمن اللمسات الحلوه كمان اللي في السياره، ياما احنا ونحاول نسوق لازم انك تسند ركبتك اليمين هنا او تسند ركبتك اليسار على الباب، في كل الحالات شعور مزعج مع القياده الطويله. لكزس فكرت في هالنقطه، على جوانب الكونسول هنا وفي الجهه هذه حطوا لك زي الجلد اللي محشي بالاسفنج، بحيث انه لما تحط رجلك او ركبتك ما راح تحس بمعاناه او تعب، بالعكس صارت وضعية القيادة مريحة أكثر. وهذا ميزة الدرايفنج سنسيشن اللي قلت لك في لكزس، فيها الطراز ارتفع وصار إحساس جميل جدا خلال القيادة. في شيء حلو في لكزس آي إس، نظام الحماية فيه أنا أعتبره متطور جدا بالنسبة للطرازات اللي موجودة الآن في السوق. مثلا في عندك نظام حماية استشعار ما قبل الاصطدام، الحساسات اللي موجودة قدام لما تستشعر أنه المركبة راح تصطدم لا محالة راح تضغط الفرامل تلقائيا باقوى قدره ممكنه عند السياره، ما راح تمنع الحادث لكن على اقل تقدير راح تخفف من حده الاصطدام اذا صارت. كمان من نفس الوقت الاشياء الحمايه اللي عجبتني في السياره موضوع مثبت السرعه، مثبت السرعه اللي موجود في السياره تفاعلي، ايش ميزته؟ لما احدد انا مسافه بيني وبين السياره اللي امامي، لكزس اي اس راح تحتفظ بهذه المسافه وراح تثبت موضوع السرعه حتى تبقى المسافه ثابته طول الطريق، فبالتالي انت لما تكون خط وماشي ورا واحد من الشباب امورك طيبه، ثبت السرعه واستمتع بالطريق.
بالنسبه للبقاعد الخفيه لما تركب فيها، طبعا احنا ذكرنا طول السياره تقريبا 4.5 متر وزياده شوي، فالابعاد هذه فعلا فائدتني انا كراكب في المقاعد الخلفيه، لان على الرغم اني ما قادر امد رجلي للاخير، لكن انا حاسس انه في عندي وسع وفي عندي مساحه ممتازه في الخلف. والشيء الجميل فيها كمان انه لمسات الجلد هذه اللي موجوده في اللكزس لما تخليك تمد رجلك ما تحس انه في الم او قطعه معينه ضاغطه عليك من الكرسي فتسبب لك الم، بالعكس الوضع مريح تماما. المكيف الخلفي يوصل الهواء، ضغط الهواء اللي موجود فيه ممتاز جيد، انا فعلا اشعر بالهواء يطلع ويجيني، لكن ما ادري تصميمه ما حسيت انه تصميم لائق انه يكون بلكزس. فالتفاصيل الصغيره هذه ممكن فعلا انها تحدث معك فرق لما تكون راكب في المرتبه الخلفيه. انا شايف الجلد، انا شايف لمسات الفخامه اللي موجوده في السياره، التخشيبات اللي موجوده هنا، لكن هاللمستين البسيطات هذه ممكن تحدث فرق اكبر موجود معي. لكن بصفه عامه السيارة يعني كويسة ومساحتها ممتازة في المساحة الخلفية. سعر السيارة طبعا 175 ألف ريال سعودي بالعملة المحلية عندنا هنا، بس أنتوا كيف شفتوا السيارة؟ هل تستحق المبلغ هذا ولا لا؟ أعطونا آراءكم على اليوتيوب أو على هاشتاج روتانا موترز في كل وسائل التواصل، ترى آراءكم تهمنا. حنطلع الفاصل، وبعد الفاصل فقرة مشينا مع النجم محمد المقبل.